وسهلا بحضراتكم مرة تانية. الفقرة دي هنتكلم فيها عن العملات الرقمية، مصطلح جديد ظهر في الاقتصاد العالمي مع بداية 2008-2009 وانتشرت بطريقة كبيرة، وصلت أسعارها لمستويات قياسية بدون وجود أي سبب واضح. الأمر ما وقفش عند كده بس، ده بدأ يمتد حتى للبنوك المركزية والحكومات اللي بدأت تفكر إنها تعتمد ضمن احتياطياتها النقدية للبلاد العملات دي. يا ترى ده هيتم ولا لأ؟ يا ترى إيه الموضوع ده أساسا؟ أسئلة كتيرة هنعرفها من ضيفنا وضيفكم الأستاذ محمد عبد العال الخبير المصرفي. محمد بيه أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم، أنا سعيد باللقاء معك. ده شرف لينا. أهلا بيك يا فندم. دلوقتي لما بنتكلم على العملات الرقمية، يعني عملات افتراضية، يعني حاجة مش موجودة ولكن أسعارها، يعني بنتكلم من حاجة أقل من سنت، يعني 0.08 من السنت. النهاردة بنتكلم على 19,000 دولار الكوين الواحد. إيه الموضوع؟ القصة دي عبارة عن إيه؟ يعني خلينا نفتكر كده من فجر التاريخ، وكان الناس بتتعامل بالمقايضة. بعد المقايضة الظروف والتطورات، المقايضة يعني مثلا واحد عنده شوية قمح يديها لحد عنده لبن فياخد اللبن ويديله قمح، ده المقايضة. ثم انتقلنا بعد كده إلى مفهوم الذهب باعتباره حاجة يعني ذات قيمة، ثم العملات المعدنية، ثم العملات الورقية مؤخرا، ثم في السبعينات دخلنا في الكريدت كاردز، ديبت وكريدت كاردز. ففي تطور، تطور وفقا لكل ظروف، بس التطور التقليدي اللي أنا بتكلم عليه ده خد من قبل الميلاد بثلاث قرون لغاية طفرة الانترنت، خد وقت جامد جدا. فإحنا ما نندهش مع شبكة الانترنت وتطور تكنولوجيا المعلومات وكل التكنولوجيا اللي حصلت في الكمبيوترز والحاجات دي كلها، لما في فترة بسيطة خالص تظهر ظواهر زي اللي بنتكلم عنها في البيتكوينز. ايه الظاهرة دي؟ اشرحها لي. ظاهرة غريبة جدا ولكن تتوافق مع عقليات بشر قعدوا يفكروا في انهم انا لو تصورت دلوقتي يا استاذ ايمن ان عايزك تحول لي 100 جنيه او 100 دولار، فانت لازم تروح البنك في المرحلة الاولى وتطلب طلب تحويل، ويعمل التحويل ده إذا كان بالدولار يبقى عن طريق بنك في أمريكا، وإذا كان باليورو يبقى عن طريق مراسل. لازم تخش بنوك في المنظومة، أو تخش بنوك عن طريق الكمبيوتر. يعني بالزبط. بس حسابك في يبقى فيه المية دولار اللي أنت هتحولها. في المرحلة التالية بدأنا نعمل بالفون بانكينج، بس لازم يبقى فيه باسورد مني وتوكن له باسورد من البنك عن طريق التليفون، وبيخش برضك البنوك في المنظومة. لكن صديقنا ساتومو ناكاتومو في سنة 2007 بدأ يفكر في منظومة مختلفة تماما. قال لك أنا عايز أعمل التحويل البايمنت ده اللي ما بيني وما بينك وبين أي فرد في الدنيا وفي حتة تانية بدون تدخل أي سلطة مركزية. شوف الإعجاز، يعني كلنا مش هنقدر نتصور إزاي أنت تحول لي 100 دولار بدون ما يتدخل وسيط في الوسط. فالمنظومة اللي عملها قال أنا هستخدم منظومة اسمها بير تو بير أو الند للند، وبالتالي أنا بعمل منظومة مدفوعات حرة شخص غير مراقبة يعني. من شخص لشخص، ولا يمكن تدخل أي بنوك مركزية أو أي بنوك أو أي سلطات فيها، فهي تتمتع بالحرية الكاملة. عبقرية هذا الرجل بقى ان هو بدأ يحط لمسات في ميثاق البرنامج بتاعه اللي حطه وسابه سنة 2010 وراح. وعلى فكرة احنا بنتكلم على هذا الرجل، بنتكلم عليه بشكل رمزي او حركي، لان ربما يكون هو مش فرد، هي مجموعة شركات، مجموعة من الافراد، واحدة ست واحدة راجل. انما بنرمز له بساتوموشو ساتوموشو ناكاموتو، هذا هو الرمز. ناكاموتو ده العبقرية في ان هو بدأ يدي قيمة للعملة بتاعته. قال لك انا الذهب ده قيمته في ايه؟ في ندرته. فانا هدي الندرة للعملة الافتراضية اللي هي
بيتكوين. فراح عمل لها سقف انها لا تزيد اصدارها في اي وقت من الاوقات عن 21 مليون وحدة بيتكوين. خلي بالك بقى العملات التقليدية ملهاش حد للاصدار، كل بنك دولة بيحدد الاصدارات بتاعته وفقا للمتطلبات الاقتصادية وكمية وسائل الدفع اللي مطلوبة ومعدلات التضخم، ويرفع الفايدة عشان يسحب السيولة ويعمل الاصدارات ويطبع بنك نوت، كل ده بيسيطر عليه البنك المركزي. لكن هنا محدش بيسيطر، انما هو في الاول خالص حط اول قيمة في المنظومة بتاعته ان مش هتزيد البيتكوينز دي في اصدارها حتى 2140 عن عام 2140 عن 120 عن 12 21 مليون بيتكوين. 21 مليون بيتكوين. فهنا خلق الندرة. وعشان كده قال لك الندرة زي الذهب، العملة بتاعته دي هتبقى زي الذهب نادرة. بس في فرق بقى ما بين الاثنين يا محمد. أيوه. يعني النهارده حضرتك بتتكلم على الذهب والفضة مثلا الاثنين، انت بتتكلم على ثروة موجودة فعليا بيتم التنقيب عليها فعليا من أشخاص فعليين في منظومة فعلية منظمة ومراقبة، ولكن ده خلق ندرة ان هو قال ايه، قال والله هيبقى 21 مليون بيتكوين لغاية سنة 2140 كده من دماغه يعني. أيوه. بس هو لما حطها مش بالسهولة دي، ده بيلت ان في البرنامج اللي جوه الكمبيوتر اللي عمله حط هذا الرقم وحط معادلات وارقام اخرى بتحقق عنصر اخر وهو الاستمرارية والخلق لمين اللي هيصدر الكوينز دي بعد كده. كل يوم بيطلع بيتكوينز، مين اللي هيعملها؟ اللي برضو عشان نشرح للسادة المشاهدين، البيتكوين ده مش عملة حقيقية، يعني عملة بتاخدش ولا ورقة ولا أي حاجة، ولا عليها رقم ولا تاريخ إصدار ولا صورة ملك ولا صورة رئيس ولا أي رسم. دي عملة موجودة في الهواء، في السماء، في الهواء، في منظومة مخترعي هذا البرنامج. فما فيش حد ولا هيراقب ولا هينظم، لا يمكن حد هيتدخل من اي سلطات مركزيه لمعرفه مين صاحب مجموعه البيتكوينز دول. ممكن يتوفر معلومات ان دي عددها كذا وسعرها كذا والمتداول فيها كذا، لكن مين، وهذا هو خطوره البيتكوينز في منظومته انها سلاح ذو حدين. في الدارك سايد بتاعه انها بتستخدم بقى لتمويل السلاح وغسل الاموال يعني اللي بيستخدم الكلام ده كله مين؟ مجموعات من اليوزر، بنسميهم اليوزر. اليوزر بس مين اللي بيخلقها لمصلحته انه يستفيد من المنظومة دي؟ احنا قلنا اللي يستفيد من هذه المنظومة الناس اللي هو كان هدفه واللي بقى له انصار لتحقيق هذا الهدف بعد كده، اللي هم المستخدمين الحاليين في العالم حوالي من 3 الى 6 مليون مستخدم للبيتكوينز، وفي حوالي 2 مليار فرد لا يتعاملوا مع البنوك، جزء منهم هم 6 مليون فرد دول على مستوى العالم وبيزيدوا. اتفضل. انا عايز افهم بس يعني مين من مصلحته التعامل في هذه المنظومة؟ يعني أنا النهاردة واحد مصدر أموالي غير شرعي، عايز أخليه شرعي. طيب ما هو عايز أخلي فلوسي دي شرعية، هذا أحد المستفيدين، كل من بيستهدفه غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. لذلك في كلام كتير قوي وفي مقالات كتيرة قوي وفي تصريحات أن إيران وقت الحصار الاقتصادي وبعض الدول اللي كان عليها حصار تسليح كانت بتجيب السلاح وتدفع عن طريق البيتكوينز، عشان لو فتح اي دولة عليها حصار اعتماد مستند ودفعت عن طريق البنك، البنك ده هيتخرب بيته في نفس اليوم، هيتفرض عليه جزاءات عشان ممنوع التعامل معاهم. واخد بالك؟ مفيش بنك عاقل هينفذ عملية استيراد سلاح لدولة محظورة. فبيعملوا ايه؟ في عصابات متخصصة لها مصلحة في هذا،
تمويل المخدرات، تمويل الدعارة، تمويل الإرهاب، كل ده. وعشان كده الطلب بصراحة هيقل. احنا بنستبق الأحداث في الكلام، لكن انت الطلب هيقل على البيتكوينز حينما يتقلص تلك الأنشطة من العالم. يعني سبب من أسباب الارتفاع الكبير في قيمة البيتكوينز دي هو تمويل المعاملات الغير شرعية. السبب الثالث لارتفاع سعرها هو تمويل الأنشطة غير الشرعية. ده السبب الثالث. السبب الأول ندرة، خلق الندرة. السبب الثاني ان فيها حماية للمستفيدين اللي بنقول عليها حضرتك دول. لا يمكن بأي من حال من الأحوال البنوك المركزية ولا الأجهزة الرقابية مهما كانت تستطيع أنها توصل عن معلومات عن هوية الأشخاص اللي بمرسوا أو بيتعاملوا في هذا النشاط. إذا على قدر معلوماتي وقدر خيالي، لكن أنا بتصور شخصيا أن في وسط التكنولوجيا اللي موجودة فيها دول متقدمة جدا زي أمريكا وأجهزة الاستخبارات وناسا إلى آخره، برضك عندهم من الوسائل ربما انهم يعرفوا مثل هذه الامور، وربما يكونوا هم وراء استحداث هذه النظم لاسباب اخرى. مش يعني في عند حضرتك واحد زي وارن بافيت مثلا. وارن بافيت ده عملاق ومن اغنى اغنياء العالم ومستثمر كبير ومصنع كبير وبيستثمر في البورصه وبيشتغل في الفيزيكال كله في وحذر من التعامل في البيتكوينز، وقال ان ده بابل كبير وممكن ينتج عنه خسائر كبيره. تمام. النهارده يعني اتصور احنا في تصريح النهارده من رئيس هيئه الرقابه الماليه دكتور محمد عمران بيقول ان ده مش مسموح به وانه غير منظم وغير مراقب في مصر. احنا عندنا النهارده يعني ايه، ممكن الناس تيجي تقول لك ايه، طب النهارده الاسهم، الفرق بين ان انا احط فلوسي واشتري اسهم وان انا احط فلوسي واشتري بيتكوين ايه؟ ده بلاش الاسهم ايمن بيه، ده الذهب. من يناير 2017 لغايه دلوقتي الذهب ارتفع ب 10.5%، البيتكوين ارتفعت ب 1700%. 1700% في نفس الفتره، في نفس الفتره. فلا تقارن، لا تقارن الطفره الجنونيه غير المقيسه منطقيا في هذه العمله خلال هذا العام مقابل حتى ده النفط نزل والدهور الماس الذهب كل شيء موجود على الحياه ما ارتفعش بهذا المستوى. لا، وفي فرق تاني، ان انت النهارده لما بتشتري مثلا ذهب انت معاك ذهب انت في ايدك ذهب. صحيح. لما بتشتري اسهم انت في ايدك سهم ملكيه. انت مالك اسهم في شركه. انما صحيح. البيتكوين انت معاك ايه؟ ما هو خلي بالك بقى دلوقتي طوروا البيزنس في البيتكوين انك تستطيع النهارده، ما هو ربما بعد شويه تقول لي طب انت تجيب البيتكوين منين؟ انت ممكن تجيب البيتكوين دي من انك انت تروح اول حاجه تعمل مايننج، وده نتكلم فيها تنقب يعني عنها. لا اشرح لنا بقى، خلينا ندخل في الجزئيه. طيب طب تسمح لي بس اقول كلمه، انت عبرت عن دكتور عمران رئيس بشكره على هذا التصريح، واحنا في قعدتنا دي لسنا ضد ولا مع البيتكوينز سواء في مصر او احنا مجرد ظاهره بنتكلم بنوضحها للناس، لكن انا اميل اكتر للتحذير. فارجو ان الناس المشاهدين ما ياخدوش المعلومات دي على ان احنا ممكن نروج انهم يجروا جري يشتروا البيتكوينز ويفتحوا محافظ و لا، يتوخوا منتهى الحذر. والتحذيرات دي مش مني ولا من دكتور عمران بس، لا ده الاسبوع اللي فات حتى وارن بافيت اغنى اغنياء العالم بيحذر. يوم الجمعه اللي فاتت مسؤول التزام البريطاني المسؤول الاول عن السلوك المالي في بريطانيا حذر وقال على كل من يتعاملوا في البيتكوينز الان ان يتوقعوا خسائر كبيره وانها ربما تكون يعني تفرقع في اي وقت. فأنا برضك بنتكلم في الموضوع. ليه بيقول كده؟ لأن هو شايف أن الارتفاعات اللي حصلت دهيت غير مبررة، وإنما ربما تكون دي يعني فقاعة تفرقع زي ما بتحصل في أي وقت، وممكن عملات كتيرة اختفت
أصبح ليس لها قيمة في لحظة من اللحظات. مش عايزين نقول أمثلة عشان ما نجيبش سيرة الدول، لكن لا ما احنا عندنا تجارب في فقاعة الريل استيت بابل اللي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية، عندك التكنولوجي بابل اللي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية بالظبط في 2008 والحاجات دي كلها خسائر مهولة. بس في فرق بين الاثنين، ده كان حاجة موجودة، إنما اللي احنا بنتكلم عليه ده حاجة في الهواء مش موجود. نرجع بقى لمنظومة البلوك تشين. يعني ايه اللي احنا قلنا ان حقق الندرة ثم حقق الحماية. حماية ايه؟ حماية المعلومات. لان انت النهاردة ما تشتري بلوك تشتري بيتكوين لازم يكون عندك محفظة. المحفظة دي بمنتهى البساطة يبقى لها عنوان زي البريد الالكتروني. وانا لما اقول لك ادي البريد الالكتروني بتاعي بتاخده تبعت لي اي رسائل في اي وقت، صح؟ بس انا عشان افتح البريد الالكتروني بتاعي لازم يبقى فيه كمان باسورد خاص ليا. ففي رقم عام عنوان ممكن اي واحد يبعت لي فيه بيتكوينز، وانا عشان اخش على العنوان ده لازم باسورد محدش يعرفه ابدا على الاطلاق. لما اجي اخش على الانترنت واخش على بروكر من اللي بيشتغلوا في البيتكوين بيديني يعمل ابلكيشن وبكون المحفظه دي وباخد الباسورد دي. طيب النهارده لو انا اشتريت 5 بيتكوينز فورا بتدفع لي في المحفظه بتاعتي. المحفظه بتاعتي دي بتتخزن في ما يسمى بلوك او ملف، وكل ما واحد يشتري حاجه بتنزل في البلوك ده لغايه ما البلوك ده يبقى فتره زمنيه معينه يتقفل ويتعمل بلوك تالي. اول ما البلوك ده بينشا بيتكون له زي الجنين كده الصغير زي الدم اللي جنب البلوك ده في معلومات بتوصف ايه اللي جوه البلوك ده، ومعلومات اخرى حاططها البرنامج بتاع الكمبيوتر مشفره لا يمكن لاي انسان بشري خالص ولا اي جهاز حاسب آلي يفكها حتى الآن. الهاشز اللي هي الدمامل الصغيرة دي كلها مربوطة في بعض في البلوك تشين. فلو انت عارف لما بنيجي نلعب الدومينو ونحط نرصها كده واحنا بنتسلى ونروح ضربين اول واحدة تروح تانية دومينو افكت. ايوة لو حد جه يخترق اي بلوك بيخترق الاول الهاس اللي جنبها كله بيحس، وكل المساهمين وكل من يملكه بيحسوا. بيتعمل عملية فيريفيكيشن ومراجعة كاملة لكل ترانزاكشن بتتعمل من كل الناس، وعلى الأقل 6 لازم يشهدوا ووقعوا بالشفرة بتاعتهم إن هذه الترانزاكشن اللي طلع من رقم كذا ورايحة محفظة كذا صحيحة. التعامل المعاملة ده بيدي حماية كبيرة جدا. ولذلك أنا متصور أن العالم المالي ممكن يستفيد مستقبلا من سيستم البلوك تشين ده في تنفيذ الترانزاكشنز مع الاحتفاظ بالأجهزة المصرفية وما فيها من قواعد وتقاليد موروثة من ده في حالة أن في رقابة وتنظيم. ما هو انت بتضطر، يعني انت المانيا دلوقتي معترفة بيها ليه وبتشجعها ليه؟ ما هي بيزنس مايندد، انت لازم كل حاجة تبقى وضوح في وضوح. ما الكومبلاينس بينطبق على كل اللي بيعمله والجهات الالتزام. هنتكلم بقى عن موضوع الالتزام وهنتكلم عن موضوع الشفافية وهنتكلم عن موضوع الافصاح. تمام. ان دي المبادئ اخطر اللي علموها لنا، ودي المبادئ اللي بينادوا بيها وخاصة الدول المتقدمة اللي بتطالب الدول النامية بضرورة تفعيل الشفافية والإفصاح والالتزام. طبعا. علشان مجتمعات تبقى مجتمعات صحية، ولكن ده عكس كل ما ينادوا بيه موضوع العملات الافتراضية. هنتكلم في الموضوع ده ولكن بعد فاصل، فخليكم في أسواق وعمل. We'll be right back.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. ضيفنا وضيفكم الاستاذ محمد عبد العال الخبير المصرفي. محمد بيه اهلا وسهلا بحضرتك معانا مره تانية. بنتكلم دايما على ضروره التعامل في النور، في الضوء، الشفافيه، الافصاح، الالتزام، دي معايير للتطور والنمو. لما يطمع عندنا حاجه زي البيتكوين ده، هل ده عامل مساعد ولا عائق كبير؟ هو سلاح ذو حدين، بس خلينا نتكلم على اختراع ناكاموتو. من الاول هو شاف ان السلطات المركزيه بتتدخل، وده ضد الحريه وضد الديمقراطيه، وان تكلفه التحويلات عن طريق الطريق التقليدي بيكلف رسوم كتير، وان هو عايز يبدع في ايجاد، ده موضوع منفصل تماما، في ايجاد نظام للدفع مباشر بدون تدخل السلطات المركزية. هذا مفهوم. طبعا استخدامه سيء، او يعني اي ادوية حتى لو سأت استخدامها بتسبب تداعيات ضارة، نفس الحكاية. فانما هو لما كان بيفكر، كان بيفكر فعلا في نظام يبتعد فيه عن السيطرة المركزية للحكومات. يعني ده تهديد للنظام المصرفي التقليدي، ممكن تقول كده، ممكن تقول كده. حتى يعني تهديد مش للنظام المصرفي بس، النظام العالمي كله، لان يعني النهارده في صراع ما بين الصين وامريكا على اليوان والدولار، مين اللي يسيطر في الفتره اللي جايه دي. فلدى ولدى هيسمح للبيتكوين ولا غيرها من العملات الورقيه ان يهز عرش الدولار عن سيطرته على النظام النقدي العالمي، الا اذا حصل تطور تكنولوجي اعمق واكبر وخلى الناس دي تخضع لما تقدمه التكنولوجيا من نظم جديده بعيده عن خيال. هو كان في حد يتوقع موضوع شبكه الانترنت ولا الايميل ولا الفيسبوك؟ كل الاطفال دلوقتي مين يقدر يمنع وسائل التواصل الاجتماعي او يوقفها؟ خلاص انتهى. فنفس الحكايه نرجع ل، انا عايز اسالك على موضوع المايننج، التعدين. يعني ايه لما بيقولوا ان حضرتك اتكلمت على العمله، على البيتكوين، أيوة، وقلت على موضوع الندره البلوك تشين، طبعا على موضوع الندره، بس قلت كمان قلت موضوع مايننج. يعني ايه مايننج؟ أيوة. يعني ايه ان احنا ده ايه مايننج؟ يعني ايه تعديل تنجيم ولا ما انا هقول عبقريه ناكاموتو ان هو بس مش اقتصادي ولا بتاع برامج كمبيوتر ولا بيشوف تكنولوجيا، لكن كمان الجانب النفسي. قال لك انا لما اديت صفه الندره خليني ادور كمان على موضوع الحافز، ايه اللي يخلي الناس دي زي ما قلت حضرتك سالت، ايه اللي يخليهم يشتروا البيتكوين؟ ليه؟ فين الحافز؟ هو فكر ان انا لما باجي حتى لاي طفل واقول له لو عملت الهوم وورك بتاعك بسرعه بافشنسي هديك شوكولاتايه وازود مصروفك. فقال خليني انا اعمل. احنا دلوقتي البيتكوينز دي لا تطبع زي ما حضرتك قلت، ولا تسق ولا تكتب، انما تستخرج. وتستخرج يعني تنقب عليها زي ما الذهب بينقب عليه. واللي بيشتغلوا فيها هم الماينرز، سماهم المنقبين. والمنقبين دول من اي حد من الناس دي اللي في العالم كلها، اي حد. بس اي حد ايه؟ اي حد عنده اجهزه حواسب كمبيوترز تستطيع انها تفك الطلاسم. هو دخل في البرنامج بقى فوازير، مسائل صعبه جدا رياضيه، وقال لك انا كل شويه اللي يحل فزوره من الفوازير الرياضيه اللي انا عاملها دي هديله 50 بيتكوينز، 25 بيتكوينز، كل اربع سنوات ينزلها النص، 12 بيتكوينز بتمنها هو حر في وقته، بس هنا في حافز.
في بداية البرنامج كان أي أجهزة حاسب على سمارت فون أو أي أجهزة حاسب كان الناس تقعد، بس هو حط في البرنامج أيضا كل ما زاد استخراج التنقيب من الناس ومن أجهزة الكمبيوتر دي، وكل ما خرجت بروتي كوينز أكتر، بيصعب المسألة، بيصعبها جدا لدرجة أن أنت ممكن تقعد مثلا آلاف السنين عشان تطلع بيتكوين واحدة. فاللي حصل دلوقتي أن بقى في شركات كبيرة جدا جمعت، بقت شركات عندها قوة رأس مال كبير تجيب كمبيوترات ضخمة جدا، بروسيسورز جامدة جدا، تقدر تفك الطلاسم دي عشان تطلع البيتكوين. يعني ده مش لأي مستثمر، يعني مش لأي واحد عايز يشتري بيتكوين. تستهلك كهرباء لدرجة ان هم كانوا عاوزين يحددوا سعر البيتكوين بما تستهلكه من كهرباء، طاقة رهيبة جدا عشان الكمبيوترات دي تشتغل. فهو الماينرز دول شغلتهم انهم يطلعوا البيتكوينز دي، وده احد الوسائل اللي بتوفر للناس اليوزر البيتكوينز. انت عايز بيتكوينز اشتغل ماينرز، او روح اشتري اعمل كونتراكت مع المنقبين دول. ازاي بيعملوا؟ افكار ظريفة يعني، اقول لك ايه، انت ماينرز وعندك الاجهزة، انا هتعاقد معاك هديك 90 دولار، هديك 100 دولار لمدة سنتين، لمدة سنتين، وفي خلال السنتين دول تدوني مثلا 1.5 بيتكوين. 100 دولار في كل قد ايه يعني؟ لا يعني انا هتعاقد معاك دلوقتي. اي 100 دولار انت ماينر، شركه كبيره ماشي، بياخد 100 دولار في اليوم ولا 100 دولار في الشهر؟ لا 100 دولار مقطوعه مره واحده، مره واحده. انا بضرب لك رقم رمز، ممكن على حسب السرعه والزمن اللي انت هتستلم فيه. في خلال سنتين، زي ما واحد عنده عمارة هتخلص بعد سنتين، اقول لك تبقى داون بايمنت، تدفع دلوقتي 100,000 جنيه وهسلمك الشقة بتاعتك بعد كذا، وتكون دفعت على قسط. هو ما يدفعش على قسط، بيدفع بريميوم. يعني ده هيبقى بمثابة الوسيط يعني. هو لا مش وسيط، ده هو مش بروكر كمان. البروكر هو اللي بيبيع لك مقابل كاش عشان يجي له، انما ده صاحب منجم بينقب عنده أجهزة كمبيوتر دي، شركات ضخمة. فأنا بروح أقول له والله أنا عايز خلال السنتين القادمين دول بيتكوينز 5 وحدات، وهديك 100 دولار دلوقتي. ما هو it's risk reward trade off، يا ما جات يا ما جاتش، يا نزلت بقيت خسرت 90 دولار، بعتهم ب45 يبقى خسرت 45 دولار، لكن لو بعتهم ب19,000 دولار بسعر النهاردة، يبقى أنا شوف دفعت كام، 100 دولار، وخدت بيتكوين واحد ب17,000 دولار. دي أحد مصادر الشراء اللي هو التعدين، والتعدين مباشر أو غير مباشر. أنا نروح أنا أشتري، يعني المستثمر العادي دلوقتي عايز يشتري بيتكوين يعمل إيه؟ أهو حضرتك في 3 حاجات، إما نبيع خدمة أو سلعة مقابل بيتكوينز، ودي موجودة دلوقتي في كل العالم بطريقة، في مطاعم، في فنادق، في أمازون بوكشوب، في جوجل، في كذا كذا، كل ده بيستخدم دلوقتي بيتكوين is accepted. فلما تبيع له انت خدمة بتحصل على بيتكوين، ادي مصدر. المصدر التاني ان انا اروح اخش على بروكر واطلب منه مقابل دولار، مقابل يورو، مقابل ريال، مقابل اي عملة بسعر السوق اللي موجود بيتكوينز. الحاجة التالتة هي عن طريق الماين، ودي آخر حاجة يعني دلوقتي قلت قوي. أيوة. طب النهاردة المنظومة الرسمية مش معترفة بالكافة الأغلبية الحالات، يعني مش معترفة بالبيتكوينز، وشايفة إن ده بيمثل مصدر خطر على الاقتصاد العالمي. ليه مفيش محاولة لإيقاف هذه المنظومة إذا كان في طلب دلوقتي ابتدى يزيد على البيتكوينز؟ هتوقفها ازاي يا ريس؟ ما هو انت منظومه في الهواء. ما انت بتقول اهو حضرتك، بتقول في ماينرز الناس بتروح لها، المنقبين بيكسبوا. انا همنع تداول. بعض الدول دلوقتي قالت ان انا كل اللي بيتوسطوا كبروكرز في دول يقعوا تحت طائله القانون. وفي من فترة كده قبضوا على واحد وقدم 20 سنة سجن عشان كان بيعمل غسيل أموال في البيتكوينز. بص، 60% من الدول يعني إيه
منعة بس تركة على حياة سيدة عشان تحاول تعرف ايه اللي بيحصل. وعشرة في المية هي اللي منع منع جذري والباقي كله طيب مش معلن. ماشي. هل النهاردة لما بنسمع مثلا تصريح من دولة زي الصين أو السعودية أو الإمارات بتتكلم على إصدار عملة رقمية، هل ده أعتقد ده هيبقى مختلف عن البيتكوينز؟ لما حكومة وبنك مركزي يعلن عن إصدار معناتها أن في رقابة وفي تنظيم، مش كده ولا أنا فاهم غلط؟ ده أهم حاجة، لأن هتبقى وين وين سيتويشن. الدولة هتضمن الشفافية، هتضمن المعرفة والسيطرة، وكل قواعد الالتزام هتنطبق، هيعرفوا الفلوس دي رايحة فين وجاية منين، نو يور كاستمر كاستمر كاستمر، كل ده هينطبق في حدود التزام الالتزام الثقافي بثقافة الشعب نفسه انه بيعترف بالواقع. يعني دلوقتي في امريكا قانون الفتكة بيتابع الضرائب اسم مستحقات الضرائب في المواطنين الامريكان خارج، كله بيعترف بالصفقات بتاعته اللي بيعمله سواء خارج امريكا او داخل. فاذا استطاع ان المواطنين في كل الدول يعترفوا ايضا بمشترياتهم ومبيعاتهم وارباحهم من البيتكوينز، هنا يبقى هايل، هنا يبقى هايل. بس سؤالك مهم جدا، ليه؟ احنا محتاجين قبل ان تعترف البنوك المركزية في كل الدول اعتراف رئيسي من صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ثم بعض الدول الكبيرة اللي نسبة التجارة العالمية فيها زي الصين زي الهند زي امريكا الاتحاد الاوروبي. لو دول اعترفوا بشكل مؤد وتوجيهات انها، يبقى الدول الاخرى هتبدأ تفكر انها مش مسألة سيادة ان كل دولة يبقى لها عملتها، وان خلينا نفكر في عملة دولية رقمية مخفية مشفرة نتكلم فيها. بس انا بستبعد كل ده الحقيقة، انا ميال اكتر ان العالم يستفيد من نظرية البلوك تشين في التنفيذ السريع والرخيص للصفقات، ولكن يبقى واحد عايز يفتح اعتماد مستندي لازم يمشي في كل القواعد اللي هي قائمة الآن في البنوك. أما عملية التحويل فممكن الاستفادة منها في إطار النظام المالي القائم على العملات المشفرة، وأنا بسميها العملات المشفرة أفضل من اي اسم اخر، عملات رقميه او مخفيه او انها مش مخفيه. استاذ محمد عبد العالي الخبير المصرفي، الله يخليك، دايما موضوع بتسعدنا. موضوع محتاج كبير، ولكن دايما في الموضوعات اللي زي دي بيفضل ان الدنيا تبقى في النور، علشان لما الدنيا بتبقى في النور بتبقى واضحه وبيبقى الواحد شايف هو رايح فين وجاي منين. زي بالظبط ايه؟ عندك فلوس رحت اشتريت عملة ذهبية، معاك ذهب، معاك فضة، معاك عقار، معاك ملك، معاك حاجة انت تقدر تشتريها وتبيعها. انما انك انت تشتغل في الهوى او تشتغل في الخفاء، اعتقد ده موضوع مرعب ومخيف. بشكرك، شكرا جزيلا. للأسف وقتنا خلص. بشكرك استاذ محمد عبد العال الخبير المصرفي، شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم، وزي ما دايما بنقول النور افضل. تصبحوا على خير.